نبض بيروت، اهلا بمشاهدي الاو تي في. وهذا المساء سيكون ضيفي عضو تكتل لبنان الاوي النائب جيمي جابور. ولكن في بدايه هذه الحلقه لابد من الوقوف عند قانونيه ودستوريه ما يحصل، كل ما يحصل في البلاد، خصوصي طبعا التمديد لقائد الجيش. لذلك ينضم لنا الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين. اهلا بكم دكتور يمين. اهلا بكم استاذ جريس، تحياتي لك وللمشاهدين. يا اهلا فيك دكتور يمين. صار في دعوه للجلسه التشريعيه، بدايه تعتقدوا رح يمر بند التمديد لقائد الجيش بات امرا محسوما او في سيناريوهات اخرى؟ يعني طبعا المساله مرهونه بخواتيمها، ولكن محاوله التمديد للقائد الجيش بموجب قانون انطلقت مع وضع اقتراح القانون المعجل المكرر والاقتراحات الأخرى أيضا التي تصب في هذا الاتجاه على جدول أعمال الجلسة النيابية المنوي انعقادها. ولكن على الرغم مما يوحي بعضهم وعلى الرغم من الضغط الإعلامي المتصاعد في اتجاه الإيحاء بأن التمديد قد بات بحكم المنجز، وعلى الرغم مما يصوره البعض من أن النصاب القانوني هو مؤمن وأن الأغلبية المؤيدة للتمديد مؤمنة، إلا أن الأجواء توحي ولو بطريقة ضمنية أو من خلال قراءة ما بين السطور أن المسألة غير محسومة كما يوحي بعضهم، وذلك لأكثر من سبب. أما السبب الأول فهو صعوبة تمرير تمديد من أجل شخص، لأن ذلك يتعارض مع أحكام الدستور ومع مبادئ التشريع التي توجب أن يكون التشريع مجردا وعموميا، وإلا يكون التشريع قد وقع بالانحراف ويكون القانون معرضا للتعليق ومن ثم الإبطال على يد المجلس الدستوري عند ورود المراجعة. وأما السبب الثاني فهو أن كل محاولات التي تهدف إلى جعل شكل يراعي مقتضيات التشريع من خلال عدم حصر التمديد برتبة عماد وشمولها بأكثر من موقع يصطدم أيضا بأكثر من اعتبار. أما الاعتبار الأول فهو أن ذلك لا يلغي حقيقة الهدف من القانون، وهو التمديد لشخص، والأسباب الموجبة ستكون معبرة عن ذلك ما دام أنها سترتبط بمصير موقع وبمصير التمديد لقائد الجيش تحديدا. وأما السبب الثاني فهو أن شمول التمديد كل الضباط يعني وضع سياسة جديدة لهيكلية الجيش ولسن التقاعد في الجيش وبسائر القوى الأمنية، وهذه الخطوة لا يمكن أن تكون ارتجالية، خصوصا أن الجيش يختنق بالعديد وبأعداد رتبة العماد، وأن مثل هذه الخطوة لابد أن تكون جزءا من سياسة عامة يرسمها مجلس الوزراء ومن ثم يعرضها على مجلس النواب، ولا يمكن أن تكون خطوة ارتجالية من أجل معالجة لحظة معينة. والسبب الثالث أن الكل يدرك أن الحل موجود بقانون الدفاع الوطني، ما يعني أن موجبات تشريع الضرورة غير متوافرة، وأن المجلس النيابي في ظل الشغور في سدة الرئاسة لا يجوز أن يشرع إلا للضرورة القصوى. وما دام أن المادة 39 من قانون الدفاع الوطني تنيط بالضابط الأعلى رتبة الإمرة، فيفترض أن يقوم وزير الدفاع بتكليف الضابط الأعلى رتبة بمهام قائد الجيش عند حدوث الشغور، كما حصل في قيادة الدرك وكما حصل في المديرية العامة للأمن العام، ما يعني أن الكل متهيب من الإقدام على مثل هذه الخطوة، والجميع يعلم أن الحل متوافر بقانون الدفاع الوطني.
وأما الأسباب الأخرى لاحتمال عدم انتهاء الجلسة بإقرار قانون التمديد من دون أن نلغي طبعا احتمال حصول التمديد، ولكن من الواضح أن توسيع جدول أعمال الجلسة العامة سيحرج القوى التي كانت ترفض التشريع بالمطلق حتى عند الضرورة في البرلمان، وسيضعها أمام مؤيديها وأمام مصداقيتها على المحك، حيث كانت تعترض دوما على التشريع في ظل الشغور الرئاسي، وتعتبر أن البرلمان هو هيئة ناخبة لا يجوز له أن يشرع في ظل الشغور في سدة الرئاسة. فإذا بها اليوم ستضطر إذا أرادت السير بالتمديد إلى حضور جلسة بجدول أعمال فضفاض، فإذا حضرت خسرت مصداقيتها، وإذا غابت خسرت اقتراحها بالتمديد لقائد الجيش، فضلا عن أن تعدد اقتراحات التمديد ما بين حصرها بقائد الجيش وشمولها مدير عام قوى الأمن الداخلي وربما آخرين سيعقد النقاش، الأمر الذي قد يؤدي إما إلى تطيير النصاب وإما إلى عدم توافر أكثرية باتجاه إقرار التمديد. دكتور يمين، يعني فتحت لي المجال لأسألك أكثر من سؤال حول هذا الموضوع. تحدثتم عما يقوله قانون الدفاع الوطني بما يتعلق بأنه وزير الدفاع يقوم بتعيين الضابط الأعلى رتبة ليتسلم زمام الأمرة في المؤسسة العسكرية. اليوم في إحدى الصحف كتبت هذا الموضوع وقالت أنه قد نكون أمام هذا السيناريو، قد يقدم وزير الدفاع على الطلب من الضابط الأعلى رتبة تولي زمام الأمرة، وبالتالي سنكون أمام قائدين للجيش. بتعتقد هذا السيناريو محتمل؟ ممكن؟ كلا، هذا السيناريو مستحيل التحقق، تفضل اشرح لي. لأن وزير الدفاع الوطني حريص على الجيش وعلى وحدته وعلى وحدة قيادته، نعم. ويستحيل أن يقدم على أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى انقسام في القيادة. فنحن أمام احتمال من اثنين، إما أن يقر قانون التمديد في البرلمان، وعلى الرغم قناعتي بأنه يكون مخالفا للدستور، ولكن في حال أقر ووقع ونشر فيكون نافذا، إلا إذا قام المجلس الدستوري بتعليق أحكامه لحين البت بمراجعة الطعن التي قد ترد ضده. فإذا علق المجلس الدستوري أحكامه أو أبطل المجلس الدستوري القانون، إذاك يكون هناك شغور في قيادة الجيش، ويتعين على وزير الدفاع الوطني التصرف وتكليف الضابط الأعلى رتبة بالإمرة أي بالقيادة عملا بأحكام المادة 39 من قانون الدفاع الوطني. أما إذا أقر القانون ولم يعلق من المجلس الدستوري ولم يتم إبطاله، فليس في الوارد أبدا بتقديري أن يقدم وزير الدفاع على تكليف الضابط الأعلى رتبة. فخطوة وزير الدفاع تتم إما إذا أخفق البرلمان في التمديد، وهذا محتمل في ظل الصعوبات الدستورية والسياسية التي تواجه التمديد والعيوب التي تكتنفه، أو إذا تم التمديد بموجب قانون وتم إبطاله أو تعليق أحكامه لحين البت بالمراجعة من قبل المجلس الدستوري. فمن الطبيعي إذاك أن يبادر وزير الدفاع منعا للشغور في قيادة الجيش أن يكلف الضابط الأعلى رتبة. دكتور يمين، أيضا تحدثتم عن احتمال تطيير الجلسة أو تطيير هذا البند بالتحديد، يا ريت فيك تفصلنا، لأنه كمان
في كتير سيناريوهات عم نسمع عنها انه ممكن مثلا كتل معينة تقدم على انه تحضر في الموضوع المتعلق بقائد الجيش ومن بعدها تنسحب من الجلسة، من بعدها ممكن احتمال سيناريو رئيس بري يحيل الموضوع على اللجان. اصلا الجلسة التشريعية قد تتضمن بنود فضفاضة كتير كثيرة جدا، يعني في عنا 16 قانون منجز في اللجان النيابية، قانون اقتراح قانون أو مشروع قانون، وفي عنا أكثر من 100 بند معجل مكرر. في الواقع أعتقد أن الكتل التي نادت على مدى السنة المنصرمة برفض التشريع بالمطلق في ظل الشهور الرئاسي، معتبرة أن البرلمان هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية ولا يحق له بالمطلق أن يشرع في غياب رئيس للجمهورية، وكانت ترفض حتى النقاش بما يصطلح على تسميته بتشريع الضرورة، هي اليوم تغامر في أن تفقد مصداقيتها من دون أن تحصد قانون التمديد لقائد الجيش، لأن هذا الاقتراح أعتقد أنه في الترتيب هو متأخر من بين اقتراحات القوانين الواردة على جدول أعمال الجلسة، بحيث يحتمل يؤدي حضورها إلى تأمين النصاب وتأمين الجلسة وانعقادها وإقرار سلة واسعة من القوانين من دون أن تصل إلى اقتراح قانون التمديد لقائد الجيش بسبب الخلافات التي قد تعصف بهذا الاقتراح، فتكون بذلك قد قدمت خدمة جلة لمؤيدي التشريع في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وتكون خسرت مصداقيتها من دون أن تحصد مبتغاها بإقرار اقتراح قانون التمديد. أما السيناريوهات التي قد تقع بهذا السياق وقد تؤدي إلى تطهير قانون التمديد، فتتراوح بين احتمال أن تقاطع الكتل حتى لا تقع في مثل هذه المغامرة، أقصد الكتل التي تعارض التشريع بالمبدأ في ظل الشغور في سدة الرئاسة وحصرت موافقتها على التشريع ببند التمديد لقائد الجيش، وقد تقاطع اليوم عندما رأت أن جدول الأعمال فضفاض جدا حتى لا تقع في مثل هذه المعضلة، وإذ ذاك قد لا يكتمل النصاب. وأما السيناريو الآخر فهو أن يكتمل النصاب ولكن النقاشات عندما تصل إلى موضوع التمديد قد تحتدم، وقد تتنازع المجلس النيابي اتجاهات عديدة حول التمديد أو رفضه وحول الاقتراحات المتعددة والصيغ المتباينة، ما يؤدي إلى خروج قسم من النواب وتطهير الجلسة أو عدم تطهير الجلسة. ولكن عندما يرى رئيس البرلمان هذا الانقسام في البرلمان قد يرجئ البحث فيه ويحيل الاقتراحات ذات الصلة إلى اللجان المشتركة أو إلى لجنة الدفاع الوطني تحديدا في حال ارتأى أن الأمر يختص بها وحدها. شكرا لك دكتور يمين. نعم تفضل، بتحب تضيف شيء تفضل. علما أن التمديد له أبعاد أيضا مالية، ويفترض أيضا أن تكون لجنة المال والموازنة معنية، خصوصا إذا كان يشمل العديد من الضباط، لأن له نتائج على المالية العامة وعلى الخزينة العامة، وبالتالي أعتقد أن أكثر من لجنة معنية فيه إذا كان يشمل كل الضباط، لجنة الدفاع الوطني، لجنة المالية، وربما لجان أخرى. أنا بدي أشكرك دكتور يمين على مطالعتك القانونية، دائما بتغني لنا الحلقات. شكرا كثير لحضورك ولهذه المعطيات، بتشكرك دكتور. مشاهدينا بريك ومنعود لنتابع حلقتنا مع عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جابور.
من الاو تي في نواصل نبض بيروت. نرحب بعضو تكتل من القوي النائب جيمي جبور، اهلا فيك. فيك يا حبيبي. خلينا نبلش دغري لانه ما بقى معنا كتير وقت، نعم. عن التمديد والجلسه التشريعيه واجتماع هيئه المكتب اليوم الرئيس بالردعي نهار الخميس، شو السيناريو المحتمل؟ رح يمر بند التمديد للعماد جوزيف عون؟ ما رح يمر؟ رح يحال ربما سيناريو مطرح مقترح، مش مقترح يعني، محتمل على اللجان؟ في اصلا اكثر من اقتراح قانون، شو رح يصير؟ اولا يعني الجلسه اللي اعلن عن الجلسه انه فيها 16 بند، هن مشاريع قوانين، هودي يعني محالين منتهيين من دراسات باللجان وباللجان المشتركة. بعد منه بتجي اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، مثل ما فهمت اني اكثر من 100 اقتراح قانون معجل مكرر. هلا بس ننتهي يعني كمجلس نيابة من التصويت او من دراسة المشاريع القوانين او اقتراحات القوانين يلي هي مدروسة باللجان واصبحت منجزة 16. ومحالة على الهيئة العامة، هون بيبدا الشغل ب بالاقتراحات القوانين، وهون يعني صفة العجلة تطرح على التصويت اولا. واذا اصابت يعني موضوع التصويت على العجلة بترجع بيروح الاقتراح القانون على المناقشة ومن ثم الاقرار او عدم الاقرار. فهون هذا الموضوع يعني بعده مفتوح، اللعبة مفتوحة. لا يعني المسألة ما مسألة إجرائية، المسألة سياسية تتعدى موضوع انه كيف الآلية وهي في شروط، في فريق سياسي كان يعني هون بدك ترجعي على لب الموضوع، انه في فريق سياسي كان مقاطع العمل التشريعي بغياب رئيس الجمهورية، انقلب على موقفه، وهذا الموقف ادى الى انه رئيس المجلس النيابي يقرر يعمل جلسة تشريعية دسمة بمشاريع القوانين واقتراحات القوانين وبكل جدول اعمالها، قد تمتد اكثر من يوم. يعني اكيد اذا في 100 قانون يعني يعني انه بدنا نروح على هيدا، ويجوز انه يكون الاقتراح القانوني اللي هو جعل من الفريق السياسي المسيحي اللي غير رايه بموضوع التشريع، تشريع الضروره، يمكن يكون هذا الاقتراح والموضوع اللي هو التمديد لقائد الجيش مدرج باخر جدول الاعمال. هلا هذا بيصير من باب اذا بدك من باب ما بعرف شو بدنا نسميه، ولكن خلينا ما نوصفه توصيفا، خلينا نقول انه هذا الشيء بيصير انه اليوم بده يندفع ثمن مقابل اقرار او وضع اقتراح كون على جدول الاعمال. هذا الثمن هو اعاده عجله التشريع الى المجلس النيابي. التشريع مش تشريع الضروره، التشريع اي تشريع كان. لذلك يعني نحن اليوم معنيين بالقول انه نحن كفريق سياسي لن نذهب الى التشريع الطبيعي بظل غياب رئيس جمهورية. يعني نحن كل المشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال ما بنقبل ان نناقشها، كل الاقتراحات القوانين ما بنقبل ان نناقشها، وما بنقبل نكون موجودين بجلسات لها علاقة بهيك نوع من التشريع. نحن بعدنا محترمين، ذهبنا باقتراحين او ثلاثة اقريناهم بجلسات لها علاقة بامور ملحة وضرورية اعتبرناه تشريع ضرورة، ولكن نحن لن نذهب، لن نسهل الحياة السياسية إن كان برلمانية أو حكومية ونجعلها طبيعية بغياب رئيس الجمهورية. وهذا الشيء الأساسي اللي بفكرنا من موضوع عدم الذهاب إلى التشريع وبشكل طبيعي، أضف إلى أنه مخالف لما نص عليه الدستور. عظيم. عم بتقلي أتيت على ذكر القوات اللبنانية من دون ما حضرتك تسميها، أنا رح سميها. عم بتقلي انقلبوا على مبدأ هن كانوا اخدينه أنه لا تشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية. عظيم. بس هن هذا الحزب بيعتبر قيادته أنه أمن قومي التمديد لجوزيف، مسألة أمن قومي ترقى أكثر من التشريع، هي مسألة أمن قومي. هلا مسألة الأمن القومي لم تأتي على لسان يعني أحد من كتلة القوات، أتت على لسان الموفد الفرنسي لودريون. بس أنا شخصيا يعني تحدثت مع مصدر رفيع بالقوات، لأنه كنت عم عد تقرير لنشرة، نعم، الأخبار بالأو تي في، وقال لي نحن نعتبر هذه المسألة ترقى إلى مسألة الأمن القومي. عظيم. فيعني يعني هذا رأيهم.
مسألة الأمن القومي بلبنان يعني أنا ما بشوفها مرتبطة بأشخاص. الأمن القومي يعني هو ما يمس مصلحة لبنان، الأشخاص وخصوصا موظفي الفئة الأولى يعني بالدولة اللبنانية والقادة الأمنيين وكل هذا، مش عم نقلل من قيمة وقدر حدا، ولكن هودي ناس في سن للتقاعد عندهم وفي انتهاء لولاياتهم، فهون لما بيوصل أحدهم إلى سن التقاعد ما بيصير موضوع بقائه نروح نعمل فيه بروباغندا نسميها أمن قومي. نحن اليوم إذا في جهة ما بدها تفرض علينا التمديد، إذا جهة ما إلها مصلحة وشايفة في مصلحة بموضوع التمديد لقائد الجيش، ما فيها تعمم على القوى السياسية اللبنانية وتقول لهم إنه هذا الموضوع أمن قومي. الأمن القومي هو ما يهدد السلم والأمن الداخلي والحدود اللبنانية وبقاء الأمة وكذا وكذا، له توصيفات بالقانون وله توصيفات سياسية. ما بعتقد هذا الشيء اليوم تغيير قائد جيش، تغيير أي موظف إن كان بالدولة، وتغيير أي سياسي بتنتهي ولايته، رئيس جمهورية انتهت ولايته وراح على البيت، رئيس الحكومة بتستقيل الحكومة بيروح على البيت، الوزراء بتنتهي، النواب بتنتهي ولاياتهم، ما حدا مؤبد وما في شخص هو بيأمن الأمن القومي إلى لبنان. عظيم، إذا عم بدي اتبع وجهة النظر هذا، يعني أنتم معتبرين أنه القوات اللبنانية تسعى للتمديد لجوزيف عون، العماد جوزيف عون، مكيفيكم كتيار وطني حر؟ ليك انا ماني شايف الموضوع عند القوات اللبنانيه بس، يعني اليوم ولا موضوع الرفض، رفض التمديد هو عندنا نحن بس، يعني حتى ما نروح على صراع قواتي تياري او تياري قواتي، لا نحن مش بهيدا، مش هون لب الموضوع. في جهه، في جهات، هل انه القوات اللبنانيه هي كانت صاحبه الموقف من الاساس بالتمديد لقائد الجيش؟ لا، في يعني انا اذا بدك بمنطق الامور يلي ماشيه شفت انه في يعني خلينا نسميه كيف شو ما بدنا نسميه، في تعليم ما أتت إلى عدة أفرقاء سياسيين بالبلد، فأصبح التمديد لقائد الجيش هو من يعني من الأشياء اللي سموها أمن قومي. لذلك اليوم يعني في حدا اعتبر أنه هذا الموضوع ضرورة الآن، ضرورة سياسية وأمنية اليوم بظل الوضع القائم ونحن بدنا نروح عليه؟ فيا جماعة كل واحد يلاقي مخرج لنفسه، روحوا على يعني، وإلا ما كان في لزوم لننقلب على موقفنا السابق اللي اسمه التشريع بغياب رئيس الجمهورية وعدم جوازه. لذلك اليوم الموضوع منه عنا نحن بس، عنا وعند غيرنا من الناس يلي ما بتفضل انه تمدد لشخص منتهي ولايته، اولا لعدة اسباب. يعني اليوم اولا السلطة الاجرائية اللي مناط فيها موضوع التمديد يلي هي وزير الدفاع مش رغبان بالتمديد على ما هو واضح يعني اليوم بكل وسائل الاعلام. اثنين، الحكومة ما فيها تتجاوز لأنه في بقانون الدفاع كل ما يتعلق بتأخير التسريح أو تمديد لقائد الجيش متعلق بأنه ينطلق من مبادرة وزير الدفاع بطرحه، ووزير الدفاع إذا ما طرحه الحكومة بتصير معطلة اليوم هون وما قادرة تاخذ هذا الأمر على بصدره. اثنين، المجلس النيابي هو بالآخر سلطة تشريعية، نحن اليوم ما فينا نجي على المجلس النيابي ناخذ له نبعث له اقتراح قانون ويكون هذا الاقتراح القانون هو يحل مجلس النواب بموجبه مكان السلطة الإجرائية، وهذه نقطة مهمة وأساسية اليوم، وهذه ممكن تودي بعدين إلى الطعن بما يقره المجلس النيابي، لأنه فصل السلطات بلبنان هو مبدأ أساسي أتى أقره الدستور اللبناني وموجود ببداية الدستور، يعني في بند اسمه فصل السلطات، والسلطة الإجرائية مناط بها مسائل معينة والسلطة التشريعية مناط بها مسائل معينة. اليوم ما فيها سلطة تجي تتعدى على صلاحيات سلطة أخرى وتاخد بيدها مسائل متعلقة بعمل هذه السلطة، وإلا فصل السلطات ومبدأ فصل السلطات اللي أقر يعني النص عليه الدستور بيصير ما له طعمه. بصير اليوم نحن عم نخرق الدستور، لازم نروح على تعديل الدستور ولازم نروح على شيء كتير كبير بالبلد، لأنه السلطة التشريعية اليوم أنا ما فيني اليوم إجي أقول أنه إذا وزير الدفاع ما لبى رغبة البعض بالتمديد لقائد الجيش أو تأخير تسريحه بروح نحن بنعمل له من سن قانون ومنمدد له يعني منأخر له تسريحه، يعني بناخد صلاحية الوزير
ومن سن بموجبها قانون. يعني انا اليوم اذا في موظف هو رئيس دائرة بوزارة معينة، طلبنا من الوزير انه يا اخي هالرئيس الدائرة محطوط بشمال بدنا نحطه بجبل لبنان، الوزير رفض انه ينقل، هو بيشوف بحسب صلاحيته حسب رؤيته لتنظيم وزارته شايف انه هيدا المحل مناسب لهذا الموظف، ما فينا ننقله لهونيك. نجي من سن قانون انه هاي الموظف ينقل موظف من هون لهون، فينا نعمل قانون هيك، بس هذا مخالفة بالتشريع، وهذا تشريع منه تشريع حقيقي ينم عن عمل تشريعي، هذا تشريع يأخذ مكان السلطة الإجرائية ويأخذ صلاحيات الوزراء يلي موضوعة بالدستور. اليوم الوزراء الوزير هو سيد وزارته، حتى مجلس الوزراء لم ينط به أخذ صلاحيات الوزير. إذا كان السلطة الأعلى ما أنط فيها الدستور اللبناني أنها تأخذ صلاحيات الوزير، اليوم كيف بذلك أن نذهب إلى مجلس النواب ونأتي بقانون يجرد الوزير من صلاحياته بموجب أي دستور هذا الأمر يتم؟ لذلك نحن اليوم كل ما يجري أنا بعتبره هرطقة بهرطقة، معرض للطعن ومعرض. وأنا يعني قلت لحظة، أنا قلت من الأساس أنه هذا الموضوع موضوع التمديد أو موضوع تعيين قائد جديد للجيش أو موضوع هذا موضوع توافقي، هذا موضوع مش بيصير بكسر الإيرادات، مش بيصير بفرضه، مش بيصير بأنه نعلي السقف ونقول أنه هذا أمن قومي وأنه في دول بدها وأنه في بدنا نقطع مساعدات وأنه هذا الموضوع. هل هذه الدول يلي بدها تقطع مساعدات عن الجيش اللبناني نتيجة عدم التمديد هي عم تساعد الجيش؟ يعني نحن هون هيدا لما بنوصل لهي النقطة بالذات أو لهيك مصير، نحن بدنا نتساءل وتساؤلنا بيكون مشروع، هل هيدي المساعدات هي لخدمة الجيش اللبناني أو لخدمة مشاريع معينة من هذا الموضوع؟ لذلك اليوم أنا أشك أصلا يعني التهويل بقطع المساعدات وكذا إذا ما لم يتم التمديد، أنا أشك أن أجواء إعلامية محلية عم بثير البعض لحتى نعمل غبار حول موضوع التمديد ونخليه يصير يعني هيك مثل أمر واقع وقابل للتسييل. ولكن بنفس الوقت أنا بشوف أنه الدول لديها مصالح وعلاقات تتجاوز الأشخاص، وما بعتقد حدا بيروح إلى مسألة تشبه قطع مساعدات أو محاربة الدولة اللبنانية بحال لم يتم التمديد لشخص مين ما كان هذا الشخص، مع احترامنا لكل الأشخاص. يعني أنتم ذاهبون إلى الطعن، عم بتقلي أنا عم بقلك معرض للطعن منا أو من غيرنا، من أشخاصنا نحن كنواب وكفريق سياسي أو من ناس متضررين. يعني اليوم أنت بدك تفكري كمان أنه أنا لما بمدد لقائد الجيش اللي هو برتبة عماد، أو إذا أقرينا اقتراح القانون الثاني اللي بدنا نمدد للواء والعماد، طيب شو بنعمل بالعميد؟ هذا العميد شو بنعمل فيه؟ العميد يلي كمان عم يوصل على السن وبفل، طيب هل هذا يجوز؟ وإذا مددنا للعمدة شو بنعمل بالعقدة؟ طيب ما نحن اليوم عم نعاني من تخمة عدد عمدة بالجيش، نرجع كمان منمدد لهم، طيب هودي إذا تمدد لهم ما هو العبء الذي يشكل التمديد لهم على تركيبة العسكرية وتركيبة الإمرة والقيادة بالجيش؟ هو شو بيشتغلوا العمدة؟ كلياتنا بنعرف اليوم انه في عدد هائل من العمدة نتيجة تأخير الترقيات السابقة وتأخير التسريح اللي تم نتيجة يعني اذا بدك النكد اللي كان حاصل حول دورة 94. من هون منقول انه نحن اليوم بحاجة انه موضوع التراتبية العسكرية بالجيش يصير بشكل آمن وبشكل سلس ومن دون تخريب لهذه التركيبة اللي هي تركيبة الأمرة والإيادة بالجيش. من هون يعني موضوع أنه العمدة ينفسح لهم مجال أنه يعملوا عماد ويعملوا لواء ويعملوا رتب أعلى ويكونوا هن كمان، ما فينا نقضي على طموحات فئة معينة من الضباط ونخلي أنه هذه الفئة اليوم نتيجة مصلحة بعض القوى السياسية تفل على البيت من دون، طيب بعدين فلوا هودي العمدة مين منجيب قائد جيش بعد سنة؟ يعني ما كمان انت اليوم بهذا الموضوع عم بتضر الموضوع التركيبة العسكرية بالجيش، وانا ما بصدق انه الجيش
يعني ما بصدق اللي عم بيقولوا انه هيدا الشخص لا يستغنى عنه، ما بصدق اللي عم بيقولوا انه ما في عمدة بالجيش بيعرفوا مصلحة الجيش، عندهم القدرة على قيادة الجيش وعندهم القدرة على الامرة بموضوع قيادة الجيش. لذلك يعني في من المؤهلات بالجيش اللبناني كلياتنا بنعرفهم، كلياتنا ولاد بلدنا، وهذا جيش جيشنا يلي نحن بنشوف حالنا فيه. في من القيادات الكبيرة يلي هي بعتبرها انا مؤهلة انها تستلم تتبوى القيادة، ان كان بالتكليف وان كان بالإنابة او باي طريقه او بالتعيين. اذا كان الموضوع موضوع يعني البعض عم بيطرح موضوع انه والله اليوم موضوع قيادة الجيش، وانا بدي احكيها مثل ما عم تنحكى انه والله هذا الموقع الماروني ما بدنا نفرغه. طيب عزيزي روحوا على تعيين ماروني قائدا للجيش من بين الموجودين، ليش بدكم تصروا على موضوع تسخير قيادة الجيش لشخص واحد؟ ليه ما منروح على يعني ليش ما منزيح الجيش عن استغلاله ومنخلي الجيش يكون يبقى المؤسسة الضامنة للكل، ومنزيحه عن موضوع استغلاله بالانتخابات الرئاسية بموضوع رئيس الجمهورية وبتسخير المؤسسة سياسيا لمصلحة فريق سياسي أو أفرقاء سياسيين بدون يحاربوا فيه بموضوع رئيس الجمهورية. فليبقى إذا كان قائد الجيش مرشح لرئيس الجمهورية فليبقى مرشحا مدنيا خارج المؤسسة العسكرية، ويتولى قيادة الجيش إن كان إنابة أو بالوكالة أو بالأصالة أي قائد جديد، وبيزيح الجيش وبيبقى الجيش ومن قوي الجيش وبيزيح الجيش عن كل التجذبات السياسية، ومنروح على حلبة سياسية طبيعية ما حدا بيستعمل فيه المؤسسة العسكرية لمصالح لها علاقة بانتخابات رئاسية. رح نتابع أنا وياك بهذه الحلقة وبهذا الموضوع، ولكن بعد هذا البريك. من الاو تي في نواصل نبض بيروت. استاذ جيمي، كنت عم تقلي قبل البريك انه نكايات وما الى هنالك، هيك بدي اقري لك بس هيدي الفقره. شو هي الفقره؟ هي من مقدمه الدستور. شو بتقول؟ بتقول النظام قائم على مبدا الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. الفصل فصل تام، توازن يعني ما بيجوز السلطة تتغلب على الأخرى، والتعاون. لذلك اليوم بهذا الاقتراح القانوني اللي نحن بصدد طرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء مجلس النواب القادم، لا في فصل سلطات، لا في توازن، ولا في تعاون. هذا موضوع إجرائي على السلطة التشريعية أن تعيد هذه الكرة إلى ملعب مجلس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء أن يبحث هو ووزير الدفاع بما هو متاح لمنع الفراغ في قيادة الجيش. عظيم. بس في كتار من الأفرقاء على الساحة عم بيشوفوا مثل ما حضرتك عم تقرأ لي أنه عم بتحطوا هذا الموضوع عم بتحطوا بهذا القالب القانوني والدستوري والمبدئي، ولكن بالحقيقة هي مسألة سياسية، مشكلة سياسية بين الوزير جبران باسيل والعماد جوزيف. المسألة يعني أولا تتعدى، يعني تما أقول لك أنه هو مسألة فقط قانونية ودستورية، لا، فيها جانب سياسي، فيها جانب له علاقة بموقفنا بموضوع التمديد. ولكن نحن مبادئنا العامة ما خلفناها ولا مرة بالسابق، مبادئنا العامة اللي هي متعلقة بعدم التمديد للأشخاص. يمكن ما كنت لقيتينا اليوم عم ناخد هذا الموقف بهذه الحدية لو كان الموضوع السياسي مصان، ولكن بنفس الوقت وهذا حق لقلنا أنه يكون نحن عنا موقف سياسي، ونحن عنا موقف يحمي القوانين ويحمي الدستور. هذا حق لقلنا وواجباتنا نحن، يعني نحن كسلطة اشتراعية. يعني في موقف سياسي من جوزيف عون؟ طبعا الجانب السياسي اكيد موجود. الجانب السياسي اكيد موجود. المأخذ السياسي انه لا ابدا. خليني انا بهذا الموضوع. فضل. اليوم قيادة الجيش لها علاقة بقيادة الجيش. قيادة الجيش ما لها علاقة
بأن تنفذ أجندة سياسية. الجيش ما لها علاقة بأن تعمل نكد سياسي بالبلد، ولا لها علاقة بأن تنفذ سياسات آخرين. يعني اليوم مجلس الوزراء هو اللي بيرسم السياسة اللي بتنفذها قيادة الجيش. ما فينا اليوم مجلس وزراء ياخذ قرارات لها علاقة بضبط الحدود وقيادة الجيش تقلنا وتفرجينا أنه ما فيها تضبط الحدود. ما بيقدر هيك، ما بيقدر يعمل هذا الشغل. ما بنقدر نروح نحن على سياسة عامة بالبلد انه خي نحن هذا عبء النزوح بدنا ننزله عن كهلنا، ويكون قائد الجيش خانق البحر اللبناني بشكل انه ما يترك مجال لهيدي الورقة الضاغطة يلي نحن فينا نستعملها مع المجتمع الدولي لحتى نكبر قيمتنا بالمساعدات كبلد اولا، ونضغط على المجتمع الدولي حتى يبلش يبحث بموضوع عودة النازحين الى دمشق والى سوريا ثانيا. ما فينا نترك هيدي الورقة. لا هيدي هذا موضوع من المواضيع. نعم مواضيع الاخرى شو انه ترشح بمعنى بطريقة غير مباشرة على رئاسة الجمهورية، هو مرشح قوي اليوم على الساحة، هي هو المشكلة سيدتي. الترشيح على رئاسة الجمهورية يعني اليوم نحن طب بجوز ننسى القوانين والدساتير؟ هل هو متاح لقائد الجيش؟ هل هو متاح موضوع الترشيح؟ يعني كل قائد جيش اليوم بده يجي يستعمل المؤسسة العسكرية ومالية هذه المؤسسة والميزانية الكبرى يعني اللي محطوطة بين إيديه ليعمل حملته الانتخابية، هل هو أحق؟ يعني المشروع الانتخابي أحق من تم العسكر ومن العيال ومن المتقاعدين ومن هؤلاء الناس يلي لازم يستفيدوا؟ هل نحن منروح يعني اليوم منعمل كل هيدي الحملة الانتخابية الواسعة النطاق بأموال لها علاقة بتحسين الصورة الإعلامية والسياسية وبضبط الوضع الانتخابي، وبنترك الجيش عم بيجوع وعم بيئن وعم يعتل هم كيف بده يكمل شهره؟ لا مش هذا الموضوع. لذلك اليوم استعمال اولا انا ضد انك تسلمي جدلا بانه كل قائد جيش مرشح للرئاسه، هيدي وحده. اثنين انا ضد لا بدك تسمحي لي، انا ضد استعمال المؤسسه العسكريه، وانا مع احترام القوانين والدساتير بهذا الموضوع. ما فينا اليوم القانون بنص، الدستور اللبناني بنص انه موظفي الفئه الاولى بحاجه الى سنتين. ما فيني انا اروح على تعديل دستور كرمال شخص، وما فيني هلا اليوم مدد كرمال شخص، ما في هالبلد يتسخر كرمال شخص. ما كمان هذا الشخص شو الاجنده اللي عم بيقدم لي اياها؟ انا شو الضمانات؟ انا اليوم نايب، انا بدي اروح بكره اعدل دستور لانتخبه رئيس، شو مقدم لي الضمانات؟ لها علاقه بمشاريع، لها علاقه ب يعني اذا بدك استنهاض البلد لما بدنا نرجع نحكي برئيس جمهوريه. شو اليوم الجيش؟ معلش انا اليوم انا اليوم نايب عندي علامه استفهام كبرى بما يخص موضوع الحدود البريه المفتوحه يلي هي اذا بدك جرح نازف بشمال الوطن، يلي هو هيدا الجرح عم بيخلي كل يوم يفوت الاف النازحين الى الداخل اللبناني، والجيش قاعد تارك هذا الموضوع بس للشغل الاعلامي، بس لنقول نحن بالاعلام انه نحن مش قادرين نضبطه مثل ما لازم، وكل ما نعمل اي عمليه منصورها ومنفرجيها ومنعرضها، ولكن لوين منردهم؟ منردهم لمحل ما فاتوا ليرجعوا يفوتوا عن جديد. هذا الشيء انا بحز بقلبي، انا هو الضباط والعسكر والافواج اللي هي موجوده على الحدود، ناس كلها اولاد مناطقنا وبنعرفها، بحز على قلبي انتقد عمل هن بيقوموا فيه، ولكن هن بقرارة نفسهم بيعرفوا انه هذا العمل منه كامل. يعني انا اليوم لما بعمل دوريات بنشر دوريات لمده معينه، على الساعه 12 بشيل هيدي الدوريات، شو بكون قلت؟ يعني انا اليوم لما بضبط نقطه معينه ومعروف انه كل يوم الساعه 12 بشيل هيدي النقطه، طيب شو بعمل؟ يعني شو بكون عم بعمل؟ عم بقول انه الساعة 12 فيكن تهربوا. فهذا الموضوع جدا حساس. اليوم ملايين مليونين، وهلا عم ينضاف عليهم جزء كبير من المليون، يعني رح نصير بالثلاث ملايين نازح سوري عم بفوتوا وموجودين وعم بفوتوا. هل يجوز انا اني بهيدا الشيء بهيدي الاجندة اني انا اروح على انتخابات رئيس جمهورية؟ هل بهيدي الاجندة انا بدي اروح مدد؟ لا، انا بدي مين يضبط لي الحدود؟
في حدا يضبط لي الحدود، في حدا يضبط الحدود، انا اذا هو بيعطي تعهدات بضبط الحدود انا بفكر بالموضوع، ولكن انا ضبط الحدود اساسي عندي. اذا هذا الموضوع منه اساسي ومنه كافي، اذا عدد نازحين قد نص عدد الشعب اللبناني منه كافي لحتى ناخذ موقف منه، شو هو اللي رح يكون كافي بعدين؟ هذا السؤال الكبير، وهذا شيء انا ما بعتبره يعني انه شيء فينا نصغره ونعتبره انه هين وروحوا يا جماعه اعملوا اللي بدكم اياه، هذا شيء طبيعي وعادي، وهذا ما فينا نزعل المجتمع الدولي، لا فينا نزعل المجتمع الدولي، انا ما بزعل المجتمع الدولي بما يتعلق بمصالحه يلي ما بتتعارض مع مصالحي، انا مع مصلحه المجتمع الدولي اني راعيها طالما هي المصلحه ما بتخنقني وبتقتلني، بس انا لما في مصلحه دوليه بتخنقني وبتقتلني، لا معلش كمان بده يتفهمني على المجتمع الدولي، تركيا مش احلى من لبنان، الاردن مش احلى من لبنان، وسوريا مش احلى من لبنان، يعني كمان هيدي البلدان كلها يتساوى يلي عم تعرف تتعاطى مع ملف النزوح السوري يلي عم يشيل عن همه جزء من شعبه، انا ماني مضطر احمل هذا الهم. التركي يلي فتح الحدود لاوروبا وهددها وجبرها انها تدفع اموال واعاد جزء كبير من النازحين الى الشمال السوري، هيدا منه احسن من لبنان، والاردن اللي عم يتعاطى بنفس الطريقه مش احسن من لبنان، معلش لبنان يعني في عنا جيش قادر يضبط الحدود، في عنا قوى امنيه وسلطات وامن عام وكل الناس قادره تضبط الحدود، فليكن هذا الموضوع موضوع اساسي بالبحث بكل استحقاق له علاقه يا بانتخابات يا بتمديد يا باي شيء، انا بدي اطرح هذا المساله، شو عنده هذا الشخص ليقدم لي اياه كنايب كممثل للناس وكحدا عنده هم وجوده بهذا البلد. بس ما انتم رافضين من الاساس، رافضين الفكره، ما سمعتوا يمكن الرجل رفضنا ما بقي على ما بنى على عدم وعلى فراغ وعلى بنى على مسار معين، نحن هذا المسار شايفينه، بلشت المشاكل، هذا المسار شايفينه من زمان، بلشت المشاكل بينكم وبين جوزيف هون وقت احتجاجات 17 تشرين صح؟ انا هذا الموضوع بترك يعني الحكم والكلام فيه لفخامة الرئيس، انا يعني ما بقدر اقول شو صار بين الاثنين، ولكن بسمع انا انتو كتيار شو بدنا فخامة الرئيس؟ لا انا كان هدائه يعني كان على يعني كان عم بيميز حاله عن التيار الوطني. خليني انا اوضح، اولا نحن كتيار مش معنيين يعني باعطاء تعليمات لقائد جيش، انا مني رئيس جمهورية، انا خليني اقول لك انا فريق سياسي، نعم. انا بقيم الاداء، ما كنت عم بقول لك يعني انا بموضوع 17 تشرين والاداء، يعني في اذا في كان تعليمات عسكريه لم تنفذ، اذا في قرارات اجرائيه من السلطه التنفيذيه لم ينفذها الجيش تتعلق بالاحتجاجات، هذا الشيء قلت لك بتركه يعني لا اصحاب القرار والشان يعني اللي كانوا بهداك الوقت بالحكم اللي هن فخامه الرئيس او الحكومه اللي كانت موجوده وزارة الدفاع اللي كانوا موجودين، ولكن انا اليوم كفريق سياسي تعرض من جراء الاحتجاجات ب 17 تشرين الى حمل كبير ودفع ثمن كبير، واذا بدك حطينا بمواجهه هذه الاحتجاجات، انا بعتبر بمحل معين انه كانت الاحتجاجات، انا بعرف بمنطقتي ما بدي احكي عن مناطق تانية، بمنطقتي كانت بمحل معين في بعض الطرقات والمراكز والساحات مسكرة وكان مطلوب انها تبقى مسكرة ممنوع حدا يقرب يفتحها، فهذا الشيء كان محمي امنيا بشكل او باخر، وهذا الشيء بيجعلني انا اطرح علامات استفهام كبرى من دون ما غوص بهذه النقطة هلا، ولكن بطرح علامات استفهام كبرى حول خليني اقول اذا بدك الالتزامات اللي انعطت بهذاك الوقت لانجاح المحاولة اللي كانت عم بتتم، بس هيك. عم بتقلي بتحط علامات استفهام على هذا الإصرار الدولي إذا فينا نقول على جوزيف هون، وحكيت عن ملف نزوح السوري، نعم. تعتبر أنه هذا الموضوع مرتبط بالإصرار الدولي، مرتبط بهذا الأمر بالملف النزوح، يعني عم بتقلي أنه يعني كأنه عم تتهم قائد الجيش أنه مقدم التزامات للدول على حساب لبنان بموضوع النزوح السوري؟ أنا ما بدي اتهم قائد الجيش، أنا بدي أقول لدريان شو قال للسياسيين اللي التقاهم بلبنان، قال انه امن اوروبا مرتبط بهذه المسألة. امن اوروبا شو بيعني اليوم؟ شو اللي يعني وين الترجمة تبع الكلام اللي عم بيقول انه امن اوروبا له علاقة وارتباط بموضوع التمديد؟ شو كيف فسرها انا؟
تفسري لي، ما عندي أي تفسير تاني أقوله غير أنه موضوع ضبط الحدود وضبط الشواطئ اللبنانية ومنع النازحين السوريين من أنهم يعني يطلعوا من لبنان بكثرة باتجاه موضوع الهجرة. موضوع يعني خلينا هيك نضوي على هالنقطة، موضوع الهجرة هو هم كبير عند المجموعة الأوروبية كلها سوا، مش بس فرنسا يعني. فهذه المجموعة الأوروبية يعني دول الحوض المتوسط الأوروبية عندها هم اسمه هجرة الجنوب وهجرة الشرق. فهذه الهجرة يعني اليوم إذا فسحنا لها مجال من لبنان، فهيدي بدها تصير موجودة بوين؟ بقلب البلدان هيديك. هون بعتبر أنا أنه هذا الموضوع تم ربطه بموضوع التمديد. لذلك اليوم ماذا قدم قائد الجيش من التزامات تتعلق بضبط الحدود البحرية ومنع النازحين من الإبحار نحو الغرب؟ هذا الشيء أنا بحطه كمان علامة استفهام كبرى بموضوع التمديد وبموضوع الضغط. بدكم تفتحوا الحدود البحرية وهجرة غير شرعية؟ أنا بدي رد النازح عليك. اليوم لما بيطلع مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي وبيقرر عن لبنان أنه هؤلاء النازحين الوقت غير مناسب لعودتهم، ما هيك؟ هذا تدخل بالشؤون اللبنانية. ولما بيجي بيقرر عني أنا أنه ما بقدر أنا لا أجيب غاز ولا بجيب نفط ولا أقدر أجيب كهرباء من الأردن ولا أجيب الغاز المصري ولاني قادر أنا يعني اليوم لما اقتصادي بيبقى مدمر بهذا الشكل، يعني أنا بمحل معين شبه محاصر بكتير من النواحي بشكل غير معلن، وبنفس الوقت المساعدات اللي هي لازم تجي للنازحين، يعني أنا اليوم كمجتمع لبناني غير مسؤول عن السياسة اللي أدت إلى تهجير السوريين إلى لبنان. أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع. أنا السوريين تهجروا إلى لبنان نتيجة سياسة دولية أدت إلى نتيجة أحداث ما لي علاقة فيها حتى ما أيم، ولكن هذا المجتمع الدولي ما بيقدر يحط مسؤولية علي أنا بنفس الوقت يمنع عني أنا القدرة على التنفس. ما فيني أنا اختنق كرمال ضلني مهذب وعيتي صورة اذا بدك هيك الوجه المنور للغرب. لا، انا هذا الوجه المنور ما فيني اذا ما خرمشت واذا ما فرجيته اني انا اليوم عندي مصلحة، ما فيني انا اتظلط واوقف واقول لهم تعالوا اعملوا اللي بدكم اياه فيني. لذلك اليوم على المجتمع الغربي، المجتمع الدولي، على الدول الاتحاد الاوروبي النظر بموضوع. انا كنت عم جاوبك على نقطه انه انت بدك تفتح الحدود ليروحوا هؤلاء النازحين على اوروبا. لا، انا بدي افتحها بالعكس ليرجعوا على بلادهم، ولكن انا لست بلد المقر. انا بقبل ان يكون بلد الممر او يرجعوا، انا لن اكون مكان للتوطين وللدمج. اقل من الدقيقه، موقفكم من حزب الله يلي راح يغطي على ما يبدو نصاب الجلسة التشريعية ولكن لن يشارك في التصويت على بند تمديد لقائد الجيش. يعني لا بده يكون عندنا موقف من حزب الله بالتحديد، يعني هو مثله مثل بقية القوى السياسية. لأنكم حلفاء. ما هذا الموضوع انتهى يعني من 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 زمان، موضوع إنه نحن حلفاء يعني منتجانس بكل المواقف. لا، ما هذا الموضوع يعني اليوم هذا الموضوع موضوع له علاقة بمصلحة بشوفها حزب الله، ومش ما بيجوز مش رح يزيد الشرخ بيناتكم. ومش موضوع شرخ، يعني نحن اليوم نحن بحزب الله مش متفاهمين على الموضوع الرئاسي، يعني مش متفاهمين على عمل الحكومة. نعم. مش متفاهمين يعني على مثلا إحالات مشاريع القوانين من الحكومة إلى المجلس النيابي، مش متفاهمين على موضوع التشريع بظل غياب رئيس الجمهورية، مش متفاهمين على كثير من القضايا. يعني إذا زادت هذه القضايا قضية مش حتصير يعني شرخ، يعني الشرخ بيصير بين الناس متلاحمين. نحن مش متلاحمين مع حزب الله، لذلك يعني الموضوع طبيعي. شكرا. يدخل ضمن إطار العمل السياسي المتاح. بالآخر نحن اليوم يمكن بموقف معين ما نكون نحن كمان متضمنين مع حزب الله أو مش شايفين نفس الرؤية اللي بيشوفها حزب الله، وهذا شيء طبيعي. شكرا لك عضو تكتل لبنان القوي أناب جيمي جبور على هذه الحلقة. أنا بتشكرك. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم. نبض بيروت، إلى اللقاء.